سميتي نولوي ام محمد امير، عندي 23 عام، ماما مراكشيه مغربيه وبابا من سريلانكا. انا خديت الماسترز ديالي هنايا في انترناشونال بزنس، وان شاء الله الا يسر الله غادي نزيد واحد الماستر اخر في بزنس ادمنستريشن بالحق ماشي في المغرب، غادي ندير فيه نمشي ان شاء الله للامارات. الصراحه الولوج ديالي المجال الغناء جاء عن طريق الوالد ديالي، هو اللي كان عرف الموهبه ديالي فاش كنت باقا صغيره، وكان جاتو غريبه اني في عمر ديال 6 سنين وكنعرف نغني الهنديه، وقال لي وي ام الى بيزي كات براكتيسي مور تقدري تيمبروفي راسك وتولي شي حاجه كبيره في المستقبل. وانا هذيك الهضره حفزتني بزاف، هي اللي خلاتني انني نمشي ونتعلم الهنديه ما نقولها لتا شي واحد. وتدرت 17 عام عاد ديك الساعات قلتها لهم العائله كامله، صراحه فرحوا بزاف تصدموا، وهي فين صراحه بدا السبورت مزيان ديال الوالد، فين بدا تيصح لي الاغلاط، ها كيفاش تقراي هادي، ها كيفاش تقولي هادي، حتى شجعوني اصدقائي باش نلوح في السوشيال ميديا، هي فين بديت كنلوح الفيديوز ديالي. I guess بدا من وراء كورونا، ولكن تا فاتت ديك البيريود بزاف. كنت غير فاش كنت كنوري الفيديوهات لصحابي كانوا كيقولي علاش ما كتلوحيش هذا الشيء، وكنت كنخاف ما كنتش كنزعم اللوح. واحد النهار وانا نزعم بالك فاش لحت مغطيه وجهي، ملي بابا عرف قال لي وي ام الا كنتي بغيتي تدخلي في هذا المجال ما كاينش تغطي وجهك، خاصك زعما تبيني وجهك وسيري في هذا الشيء نيشان. هي فين بديت كنلوح، اي جيس الفيديو اللي كان طلع هي فاش كان بابا كيهضر بالدارجه، وفاش كنت كنبين ماما وبابا وكيشوفوا لايك الزوجه مغربيه والزوج سريلانكي، ومع ذلك كيهضر بالدارجه وكيضحكوا وكيقشبوا كل شيء. ومن وراها بديت كنبدا في الميني فلوكس، هذا الشيء داخل في ضروري الموسيقى. انا تزديت هنا في المغرب اند عشت واحد البيريود صغيره، واحد 5 سنين في الخليج، ورجعت هنايا فين شديت الباك ليسونس والماستر. لا انا بابا كيحس براسو مغربي، انا بابا كيقول لك انا مغربي، غادي تقريبا غادي 30 عام وبابا كاين في المغرب، تزوجوا هنا تلاقاو هنا، كلشي بقى هنايا في المغرب. انا براسي ما عرفتش هذا الحب اللي جا ديال الهنود ما عرفش منين جا، اي جيس يمكن كيفاش تربينا احنا في العائله، من صغرنا كنتفرجوا في الافلام الهنود، كنتصنتوا الاغاني، ماما ولا بابا كنطيبوا في الكوزينه تلقي الاغاني الهنود، شادين الطريق تلقي الاغاني الهنود، ولا غير كنهضروا شويه غنسكتوا شي واحد غيبدا يغني شي حاجه. اي جيس من تما منين بديت كنتعلق بزاف بوليوود اكثر ما انا، واخا انا ماشي هندي انا سريلانكيه بات كنحس فيه واحد العرق هندي. وصراحه الا جينا نهضروا داكشي بطريقه فور اكزامبل في الموسيقى، اي جيس الفيديو اللي كيطلع بزاف هي فاش كنغني الاغنيه ديال تيري ميري اللي ما كاينش مغربي اللي ما كيعرفهاش، وقت ما حنايا كنكونوا غاديين في الزنقه كنشوفوا شي هنود كنبقاو نقول لهم تيري ميري تيري ميري. اي جيس هذاك الفيديو طلع، فيديوز اخرين مع ماما في الصالون ديما مدبزه انا وماما في الصالون الاحمر. و اي جيس حتى فاش يلاه بديت ميني فلوكس وكنت درت ماما سربرايز في واحد العرس ومشيت لابسه ساري، هادوك اي جيس هادوما ثلاثه الفيديوهات زعما ديفرنتلي اللي كانوا ضربوا طوب. اوكي صراحه ما كاينش اللي ما كيكونش عنده طموح، هو انه طموحاتي كثار صعيب نبقى نهضر عليهم، بات اي جيس من طموحات اللي بغيت هي انه نمشي بعيد في الموسيقى، علاش لا يكون عندي ماي البومز، نتلاقى مع فنانين كبار، هو نوز وان دي غنخدم مع ريدوان، ولا نتلاقى مع الجريني سلمى راشد سعد المجرد. والهند انا ديما كنقولها من صغري كنقولهم اللي غيديني الهند هو فاش غنشارك شي برنامج.
كيفاش جاتني الفكره؟ صراحة فاش هضروا معايا كانوا هضروا معايا باش نشارك في ستارلايت اند ذن قلت علاش لا نشاركوا. كانت واحد التجربه اللي واعره زوينه. ذا ستاف الاورجانيزيشن تجربه عامه كانت مزيانه. لي كوتش كانوا تبارك الله عليهم كتحسي انهم كيديروا مجهود غير باش يشوفوا يشوفونا حنايا كنغنيو مزيان كونوا مرتاحين وكل شيء. وغتكون واحد الشيخ في خيز زوينه اليوم ان شاء الله. سبويلي لكم غنيت اغنيه عربيه وغنيت معها اغنيه هنديه. يا غنيت العربيه وخلطها مع الهنديه. I feel that انه عجبهم الماشاب اللي كان اللي درت جاهم زوين. خصوصا انايا اللي خلاني نحس بواحد الراحه كبيره هي فاش كنت كنشوف الدوزي كان غادي معايا في الموسيقى. انا كنغني الهندي كيف ليا الدوزي كيغني معايا كنحس بحال راه واقف حدايا وكيغني معايا. وانس كنشوف يديه كيديرها صافي كنمشي مع داك المقام باش يلا نغنيها بطريقه كيف ما هو كان باغي. هي صراحة حبست غير في هذا البرايم. ما يسرش الله انني ندوز في الفصافاص ولكن كانت تجربة واعرة تجربة اللي غزالة بزاف. انا فخورة اني نكون مغربية ونكون شاركت في واحد البرنامج اللي بحال هكاك ولينا كنشوفوا المغرب مقدم برامج فريمون زوينين. كنا جالسين ما بينا ما علينا. الصراحه خويا الله شد الباك ديالو وباغي يقرا على برا. في الاول كنا غادي نمشيو لندن ولكن باش كتحسي براسك انك في واحد الدوله اللي مسلمه وهذا كتحسي بواحد احساس حسن. هي اللي خلانا صراحه نمشيو لدبي واخا ايفن ان ديجا كنمشيو ليها بزاف د المرات دونك فهمتي واخدين راحتنا تما اكثر. يا حنا انا مور انجلش على فرنش في الدار كنهضروا ان انجلش بزاف. اصلا فاش قلت لك قريت 5 سنين على برا دونك قريت بالانجليزيه. فاش جيت هنايا كانت جاتني صعوبه انني نتعلم الفرنسي من جديد ولا نتعلم الدارجه. انا قلت الانجليزيه هي واحد اللغه اللي ضروريه كلشي خاص يكون كيعرفها. انا بيرسونلي كنحس انه كنقدر نعبر بالانجليزيه. صراحه كنتسنى غير الفرصه فاش يكون عندي واحد الفري تايم كوز دابا واحد ستريس كندوز منه ما يمكنش. وانس غادي نكون مساليه ونكون مستعده غادي نمشي ان شاء الله لشي برنامج هندي غادي نشارك فيه بات ان واي ذات غادي نبين لهم الثقافه المغربيه. غادي نخلط الثقافه المغربيه والثقافه الهنديه في البرايم سوا دزت سوا ما دزت. المهم انا خاصني نمشي بتقشيطه ولا بقفطان بين ليهم احنا راه مغاربه شنو كنلبسوا كل شيء وندوز بيرفورمانس زوين ان شاء الله. هما الصراحه بزاف من صغري وانا ديما كنقول بغيت نكون بحال شويه غوشل. بعد ما كيفاش كنغني كافرز ديالها كيقول يا راه ما كاينش الفرق علاش اصلا مغنيه بحالها بدلي شي شويه. كيعجبني ارجيت سينك سونو نيغام نيها كاكار صراحه كاملين عاطف اسلم ما نساوش صراحه هما كاملين كل واحد عنده واحد الفايب ديالو سبيشال في اغانيه. مساج زوين. اي واحد عنده شي موهبه ما تخافش تكون عندك الشجاعه تكون عندك الثقه في النفس. دزتي اتس جود فور يو. ما دزتيش ما تاخذش بواحد الطريقه اللي نيجاتيف ديال صافي انا ما غنسد على راسي كوز كنعرف شحال من واحد ما داش وفريمون جاتون ديبرسيون ويتش سامثينغ
كان يوم ياخذها بواحد الطريقه ايجابيه. الحمد لله انا خديتها بواحد الطريقه فيري ايجابيه. ديجا دو فاكت دات دوزي غادي غني حدايا، غادي فاش غادي نسالي البرفورمانس ديالي نات دوزي غني حدايا، وكان هذا واحد الشرف كبير ليا، كنت فرحانه بزاف. اي واحد عنده شي موهبه go for it. if you think انه راه غادي تفيد a person ولا جوج go for it. وما تسناش شي حد باش يقول لك انك انت artist. you are artist راسك براسك. نيا ديال لالا مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.